ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بطريقه جديده للكبد والقوانص. انا طول عمري بعملها يخني بالبصل الكتير، اجي افتح لكم درج البصل ما الاقيش غير بصلية واحده صغيره يتيمه كده. رحت مكلمه مرات اخويا، عندك بصل؟ قالت لي لا ما عنديش بصل، بس انا اصلا الكبد والقوانص بعملها من غير بصل بالثوم بس، مزاليكا زي اللي بتتباع بره كده. قلت لها ايه يا اختي المزاليكا ديت؟ لا لا انا هكلم الراجل بتاع الخضار. كلمت الراجل بتاع الخضار، سود وشي وما فتحش التليفون وكان قافل. رحت مكلماها تاني، قلنا ايه الطريقه؟ قالت لي الطريقه تعالوا بقى نشوف هتعجبكم ولا مش هتعجبكم. انا بصراحه عملتها وطريقتها طلعت الطريقه حلوه قوي، تحياتي لمحمودي العسل. اول حاجه طبعا لازم احط التاتش بتاعي، انتوا عارفين اختكم محمودي اللي تدي التاتش بتاعها. جبت البصلية اللي كانت عندي الصغيره برضو قطعتها مكعبات، وجبت بقى الوك بتاعي ده حطيت فيه سمنه، واول ما السمنه سخنت نزلت عليه بالبصل اللي انا مقطعاه مكعبات صغيره ده، واول ما البصل دبل وبقى اصفر كده حطيت عليه فص من الثوم المهروس. وجبنا بقى القوانص بعد ما غسلناها، كنا نقعينها في ميه بملح وخل وليمون وصفيناها وغسلناها كويس. نزلنا بالقوانص والقلوب الاول، وحطينا عليهم فلفل اسود وكمون وكزبره وبابريكا ورشه كاري، وسبتها بقى تتشوح كده. نزلت ميه وشربتها طبعا كله على نار عاليه، واول ما الميه اتشربت كده والسمنه طلعت تاني، رحت جايبه بقى كاتل ميه سخنه كده وحطيت عليها ميه سخنه ووطيت النار شويه وغطيتها وسبتها تستوي. في الوقت ده بقى جبنا فلفل كده قطعناه مكعبات، وجبنا الطماطم بشرناها، خدنا القلب بس وسبنا القشر. وبعد ما القوانص استوت وشربت الميه كلها اللي كانت فيها، جبنا بقى الكبده ضفناها عليها وقعدنا نقلب في الكبده كده لحد ما الكبده خدت لون وبدات برضو نزلت ميه وشربت الميه بتاعتها. حطينا عليها رشه من الفلفل الاسود، وبعد ما الميه خلاص كلها اتشربت نزلنا بقى بالطماطم اللي احنا كنا بشرينها، وحطينا بقى الملح والكمون والكزبره والبابريكا، زودنا حاجه بسيطه قوي من البهارات بس، حطينا ملح لان احنا كنا مش حاطين ملح في الاول. واول ما الطماطم اتسبكت كده وطلعت السمنه، حطينا بقى الفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات وتقليبتين تلاته كده على نار عالية، وخلاص كده كانت استوت زي الفل. بالهنا والشفا على قلبكم. لو انتوا بقى عارفين المزاليكا من قبل كده اكتبولي في الكومنتات لو الطريقة دي صح ولا غلط، ولو انتوا ما جربتوهاش جربوها على ضمانتي وعلى ضمانة ام مونتي وهتعجبكم ان شاء الله. انا قدمتها مع رز ابيض وبطاطس محمرة وعيش ومخلل. شوفوا بقى انتوا عايزين تقدموها مع ايه، وبالهنا والشفا على قلبكم. متنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا تعملولي لايك ومتابعة وشير، وتغطوا على السهم اللي تحت هتلاقوا فيه نسخة رابط دوسوا عليه. باي باي.